يعني السؤال من هو اللي يملك الحق أن يقول حق أي مواطن كويتي إحنا علمناك؟ الفلسطيني. طيب الفلسطين ما وقفت ضدنا بالغزو؟ طيب ليش أنا أذكر لهم هذا الشيء؟ لأن حقيقة ما أقدر أنكره، هم لهم فضل على تعليمنا مش المصريين، مع احترامي الشديد لأي مسؤول في دولة الكويت يقول عكس هذا الكلام. احنا ما كان في بيننا اتصال بيننا وبين الأشقاء في مصر، كان في بيننا بحر، كان الاتصال بيننا وبين دول الشام لأنه نروح لهم عن طريق البر ويجوا عندنا عن طريق البر. المصريين ما كانوا يجوا الكويت، فلسطينيين كانوا بالكويت من الثلاثينات، وكانوا الكويتيين يروحوا سوريا ولبنان والقدس بالثلاثينات. هذه حقيقة، ليش احنا مضطرين نجامل ونطمسها؟ اذا انت تبي تعيش في بلدك تطمس الحقائق وتطلع اللي انت عاوزه تقوله هذا شيء يرجع لك، لكن ما تجي تطمس حياتي وتعلم عيالي شيء غلط.